مشاهدي شوف تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو سبور. من بعد الهستيريا اللي كانت البارح في ديربي العرب ما بين فريق الرجاء الرياضي والوداد، واللي استطاع من خلالها الخضر باش يتاهلوا لدور الربع في مباراه مجنونه على ارضيه ستاد دونور، خرجنا للشارع المغربي باش نسولوا الناس شنو الراي ديالهم في الجمهور وفوز فريق الرجاء الرياضي. خليكم معنا نشوفوا ارائهم ورجع لكم من بعد. السلام عليكم. اليوم نتحدث عن مباراة ديربي، مباراة الرجاء، مباراة الوداد. يعني صراحة مباراة هي تشكونكي، يعني صراحة كيف سوف أفسرها لكم؟ مقابلة يعني كلها علام علام رعب رعب. كيف ذلك؟ كيف استماتة؟ سأقول لكم. مقابلة من 4-1 تصبح 4-4، صدقوني إذا الحاكم زاد ثانية ستكون مقابلة 8-8. كيف ذلك؟ أحلموا معي، تخيلوا الواقع كيف سيكون. 4-1 تولي 4-4. الرجاء اقول رجاء عالمي، فيه لاعب ومدرب من هو المتولي، نوى ما استيقظ فعلا. اما الوداد عندك لاعب واحد واحد من هو تاكناوتشي، يعني لو كان تاكناوتشي المتولي كنا سنشهد المقابله حيت شكوكيه. تخيلوا المتولي ينضرب لتاكناوتشي وتاكناوتشي يضرب المقابله. خلاصه المقابله جمهور رهيب، نوى ما كانت ابو ظبي صراحه، ابو ظبي اعطتنا مقابله اخرى، مباراه عالميه، شاهدنا تيران من الفوق من العالم، من مرت كوكب نيطون ولا مرت منين، وشفنا كيفاش لعابه الجماهير تيجيز العالم الدريات من كل شيء، وحده كتطلب يا الهي ما هذا البيت دخل كل شيء عالم. على كل هذه المقابلات وتمنينا الديربي نشوفوا بحال كان، كفانا يا جماعه تعادلوا خسروا، بعد العام تربح الرجاء، العام الجاي تربح الوداد، العام الاخر ضد الوداد فاز، هذا العالم. وتحيه لكم وتحيه لشوف تي في، ونتمنوا هذا الفيديو ما يوقفش عندكم، وفيف فيف مبروك للرجاء حط سعيد الوداد، هذه مقابله عالميه وتحيه لجماهير الوداد. انا ودادي والابن ديالي رجاوي. البارح الديربي كان ممتاز جدا حيت شفنا واحد الطابق كروي جيد، والمغرب سوق واحد الصوره مزيانه لكره القدم الوطنيه. المهم على العموم المقابله كانت جيده، بروح رياضيه كانت من الفريق الرجاء البيضاوي حد موفق في المسيره ديالو. هو راه تسرق الانتصار في تقريبا في واحد ربع ساعه الاخرى، ولكن يستحقوا حيت لعبوا. كانوا بعض الاخطاء في المقابله ديال الوداد خصوصا في الجهه اليسرى، الجهه ديال النهيري، وهذيك هي اللي جاوا منها ثلاثه البيوت، ولكن بروح رياضيه نصفقوا للفريق الرجاء البيضاوي. تفرج فيه على الاصل، الديربي مزيان، التسويق المنتوج الكروي ديال المغرب راه مزيان، باش تندخلوا حتى السياح يدخلوا عندنا راه مزيانه، ولكن راه باقي ما كملناش داك التسويق، باقي ما كملناش مزيان. من اولويات ديالهم هو الغلط اللي ارتكب المكتب ديال الوداد في ليتيكي، حيت لعبوا كره ماشي سرقوا الربح، جابوا عن جداره واستحقاق. ومن هذا المنبر ديالكم تنحيي الجمهور العالمي، الجمهور شعب الرجاء العالمي، اللي الفرقه خاسره ب 4-1 وما هبطش يديه. هذا هو معنى الجمهور الحقيقي ديال الفريق، حيت هذا الجمهور هذا ما عندش حتى برشلونة والريال، والله ما عندهم. داك الشيء داك السبيكتاكل اللي داروا البارح راه داك الشيء غريب، وتنتمنى حظ سعيد للغريم، واخا داروا ديك الفوضى في وسط التيران تنبغي لهم حظ موفق ان شاء الله، وحيدوا من الفوضى باش ما يبقاش يسبوها في الرجاء. داك الشيء راه شافوا العالم ديك الفوضى ديال البارح. صار اخويا كنا 4-1 ورجعنا في الماتش 4-4، راه كنستحقوا الانتصار ولعبنا كره على الوداد ودي مراج ودي مراج. الجمهور كان رائع اليوم، لا بالنسبه للرجاء ولا بالنسبه للوداد، جمهور عالمي، وان شاء الله الديربي خصنا نزيدو بالقدامه، والرجاء راه كيستحق الانتصار. المهم مبروك الرجاويين، كرة القدم المغربية هي اللي خاصها تربح صراحة. وداديين لعبوا وديما رجاء، ديما الرجاء كتلعب الكرة، نصفاتنا الكرة لعبنا. المدرب ديال الوداد قالها براسو البارح، قال لهم بارسا والريال ما يقدروش يرجعوا في ربع ساعة. يعني المدرب السلامي استفري ابو شروان ما نساوش، هما اللي عطاو واحد الشحن للعابه باش انهم يلعبوا في هذه المقابله بهذه الروح، لان الروح هي اللي لعبات. صحيح الوداد كان منتصر، ولكن الراجل ما حطاش الدائره، هذه كره القدم. حنا فرحانين كمغاربه كاملين، ولكن الراجل ما عمرها الماتش غيتنسى، وخا دوز 100 عام واحده اخرى اي تزادش 100 عام واحده اخرى ما غيرجعش شي فريق اللي قادر يدير بحال هذا الماتش هذا. العرب والافريق واوروبا كلهم شافوه، يعني بكل صراحه مرحبا اي فرقه غتجي تلعب مع الرجاء. مركب محمد الخامس هذا العام كل شيء غادي يخسر مع الرجاء مركب محمد الخامس، صار جيت تونسي ان شاء الله غادي يجيو وغادي يديو ما يعاودوا، وبكل روح رياضيه
ديما رزق والشياطين الخضر وديما رزق. انا يشهد الله انني لست ودادي ولست رجاوي، انا فقط احب الفرجه واللاعب النظيف. الفرجه وفرتها لي الرجاء، واللاعب النظيف وفروا لي الوداد، حيث الوداد. وبالتالي إذا كان ممكن نكون واضحين، راه السلامي تبارك الله لعب المقابلة ذهنيا 90 دقيقة، الناخب الأجنبي وقف الدقيقة 75 لأنه تعتقد أنه راه رابح بربعة لواحد، ما عرفش بلي راه الرجاء يمكن لها ترد الممكن مستحيل. وبالتالي في ثلاثة في أقل من 11 دقيقة زائد 5 دقائق الوقت الضائع، استطاعت الرجاء أنها تحقق 4-4 وكانت تسعى. وبالتالي هذا راه إنجاز غير عادي، باش نكونوا واضحين ان الناخب الوطني راه له الكلمه في الاول والاخير. انا كنكفي الميزان الرجاء، حيت الرجاء عنده جمهور عريق. انا ود الرباط وكنعشق الرجاء حتى الموت، ويستاهلوا ان شاء الله الكاس ديال محمد السادس، لان فريق عريق وعنده جمهور ماشي في المغرب، في العالم كله. ونتمنى الرجاء التوفيق والنجاح في مسابقات ان شاء الله قاريه وعربيه ان شاء الله. انا عجبتني الرجاء، لا عجبتني الرجاء، انا فرحت، فرحنا، ونطلبوا الله ياخذوا كاس جمهور مزيان. الوداد شويه البكا وكل شيء كيف كيف بزاف كيف كيف. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما تبعنا اراء الشارع الرياضي المغربي بخصوص مباراه الديربي البيضاوي العربي ما بين فريق الرجاء الرياضي والوداد الرياضي، واللي تصريحاتهم مشات في عديد السياقات باللي المباراه كانت ممتازه، فريق الرجاء الرياضي كيستحق الانتصار، وجمهور الفريقين كان عالمي، بالاضافه الى انه الاطار الوطني تفوق على الاطار الاجنبي. شكرا لكم اللي تبعتونا في ميكروسبور، الى اللقاء.